شرح كتالوج شهر 11. شهر 11 احنا عندنا حملة حلوة جدا. شهر 11 انتوا هتلاقوا كل اللي انتوا عايزينه. اولا في 40 سنة عدت على جورداني جولد، فهنلاقي اسعار حلوة جدا. كمان بيور سكين نازل بشكله الجديد. خلونا نشوف كتالوج شهر 11 عندنا فيه ايه. طيب هنا عندنا جورداني جولد على مدار السنين، على مدار الأربعين سنة اللي فاتوا. شايفين طبعا سنة 76 الحاجات عاملة ازاي لحد سنة 2016، ده تطور الجورداني جولد على مدار الأربعين سنة اللي فاتوا. الشهر ده عندنا جورداني جولد نوت، دي أوضة ولاد رجالي نازلة جديد حلوة جدا. تعالوا نشوف التركيبة بتاعتها عاملة ازاي. التركيبة بتاعتها لو انت بتحب الاخشاب وفي نفس الوقت بتحب ريحة الليمون، التركيبة دي هتعجبك جدا. هي تركيبة فيها اخشاب وليمون وكمان اوراق الباتشولي. لو اشترينا اتنين هناخد 55% خصم على جورداني جولد نوت. كمان الشهر ده عندنا الماسكارا الجديدة. طبعا انتوا شايفين دي هنا كانت الماسكارا القديمة، شايفين الفرشة بتاعتها. الماسكارا الجديدة بقى في تطوير للفرشة بتاعتها. الفرشة بتاعتها فيها سنون رفيعة وفيها سنون أطول ورا بعض، فبالتالي هتعمل ايه؟ هتديكوا طول، هتديكوا كثافة للرموش، هتلف الرموش وهتفرق الرموش، وده هيقعد معاكي فترة طويلة جدا. طيب كمان لو اشترينا ب 200 جنيه من الكتالوج هنقدر ناخد 55% خصم على الجورداني جولد اوضه تواليت بتاعتنا، دي حلوه جدا. فلازم نشتري بس ب 200 جنيه من الكتالوج. تعالوا نشوف بقى ايه الحاجات اللي نازله لنا الشهر ده. 45% خصم على الباودر، باودر جورداني رائعه، بتستخدميها بعد كريم الاساس وتناسب جميع الوان البشره. اي بشره تقدر تستخدمها لانها لونها شفاف يناسب جميع انواع الوان البشره. كمان الروجات درجات مختلفه حلوه جدا، عليها 45% خصم. كمان عندنا كرات اللؤلؤ، هنشتري واحدة هناخد التانية مجانا، ودي برضو اقدر استخدمها كروجة جو او اقدر استخدمها عشان اعمل بيها التصليل بتاعي. وكمان كريم الاساس عليه 55% خصم، لو اشترينا اتنين هتاخدي 55% خصم. انتوا تقدروا تاخدوا الدرجة الفاتحة خالص اللي هي البورسلين والدرجة اللي تبقى لون بشرتكم، بحيث ان انتوا تقدروا تحطوا الدرجة الفاتحة خالص في مناطق التفتيح في البشرة علشان تعملوا هايلايت او تنوروا، والدرجة اللي هي التانية ده درجة لون البشرة بتاعتكم، بحيث ان احنا نظبط درجة لون البشرة. كمان عندنا ايه الشهر ده؟ عندنا أوضة تواليت نازلة جديد اللي هي الانسنت وايت ليلاك، دي حلوة جدا. دي معمولة من ايه؟ معمولة من الورود ومن الاخشاب. لو بتحبي ريحة الياسمين هتعجبك قوي 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 الأوضة تواليت دي. بيور سكين نازل بشكل جديد، نازل مخصوص علشان يعالج الناس اللي بشرتها دهنية ابتداء من سن 12 سنة فما فوق. لو انت بشرتك دهنية وعندك مشاكل من البشرة الدهنية وبتعاني منها، عندك مجموعة روعة نازلة جديد، مجموعة البيور سكين بشكلها الجديد وبتركيبتها الجديدة كمان. طيب عندنا اول حاجة الفيس ووش، الرغوة او المنظف بتاع البشرة. المنظف معمول من الرمان، والمنظف ده بيخلص البشرة من الدهون الزائدة. كمان عندنا منظف وسكراب، وده بيستخدم مرتين في الاسبوع، تقدري تستخدميه مرتين في الاسبوع، وده برضو معمول من الرمان. كمان عندنا الفيس تونر، بعد ما نستخدم المنظف بنستخدم بعديه التونر على قطنة وبطبطب على البشرة. ما بنمسحش البشرة بالتونر، بنعمل نوع من الطبطبة وبنركز على مناطق اللي فيها الدهون اكتر. كمان عندنا السكراب والماسك، ودول الاثنين برضو الخطوتين دول بيتعملوا من مره لمرتين في الاسبوع. بنحط السكراب، بنعمل سكراب الاول، بنبل الوش ونعمل سكراب، وبعد كده بنستخدم الماسك، بنسيبه 10 دقائق على البشره وبعد كده بنشطف البشره، وده بيخلصك من الدهون الزائده في البشره. طيب كمان عندنا اللوشن المرطب، وده معمول من الجوافه. اللوشن المرطب خفيف خالي من الزيوت ومناسب جدا للبشره الدهنيه. مش معنى ان انت بشرتك دهنيه انك ما تحطيش ترطيب، لا بالعكس، انت محتاجه ان انت ترطبي بشرتك عشان تتخلصي من الدهون الزايده. لما ترطبي البشره بترطيب يكون اساسه ميه، هيدخل يسيح الدهون اللي في بشرتك، ولما تيجي تغسلي بالمنظف بعد كده هينقي البشره وينظفها.
كمان عندنا الاس او اس او السبوت جيل، ده مخصوص للحبوب اللي ليها راس. الحبوب اللي ليها راس بتبقى حبايه ليها راس بيضه وحواليها احمر، ده بنستخدمه كذا مره في اليوم علشان نعالج النوع ده من الحبوب، علشان تقدري تتخلصي من الحبوب، وبتحطيه بس على مكان الحبايه، وده برضو معمول من الجوافه. طيب كمان عندنا ماسك مخصوص للناس اللي بيعانوا من البثور السوداء. لو انت عندك بثور سوداء يفضل قبل ما تستخدمي الماسك ده تستخدمي سكراب، بتعملي سكراب على بشرتك، صنفرة بتبلي البشرة تنديها، بعدين تعملي حركات دائرية تشطفي وتحطي الماسك ده على المناطق اللي فيها البثور السوداء. لو انت بشرة دهنية وعندك بثور سوداء في البشرة كلها هنحطها على البشرة كلها، انما لو انت بشرة مركبة وعندك البثور السوداء موجودة بس في منطقة التي زون يبقى بحطها بس على منطقة التي زون، وده معمول من البابايا. دي المجموعات القديمة ودي المجموعات الجديدة بتاعتنا. كل حد لو كان بتستخدم حاجة من المجموعات القديمة أو عجبه حاجة من المجموعات القديمة، ده الجديد بتاعها بس بالتركيبة الجديدة اللي زي ما قلنا معمولة من الرمان ومن الجوافة ومن البابايا. الشهر ده ديزني عامل لنا حاجات حلوة قوي. عندنا ايه؟ عندنا فايندينج دوري. فايندينج دوري شاور جيل حلو جدا للبنات، للبنات الصغيره رائع الشاور جيل ده. كمان عندنا الاوضه تواليت، يعني هما كمان عندهم الاوضه تواليت بتاعهم اللي يقدروا يحطوه على جسمهم ويديهم ريحه حلوه قوي. وكمان في الصابونه. اما بالنسبه للولاد فعندنا الستار وورز، عندنا برضو الشاور جيل، وكمان عندنا الأوضة تواليت بتاعت الولاد، وكمان عندنا الصابونة. فعندنا حاجات للبنات من ديزني وحاجات للولاد. عندنا ايه كمان الشهر ده؟ عندنا كريم قدم رائع نازل مخصوص، معمول حلو جدا من البرقوق، حلو جدا للقدم. كمان الشهر ده مجموعة النيتشر سيكريت منزله لنا مجموعة جديدة من الخوخ، حلوة قوي لو انتي شاور جيل والصابونة، برضو ريحة رائعة لو انتي بتحبي ريحة الفاكهة. كمان لو بتحبي الكيوي برضو ده هيعجبك قوي، برضو في نازل منه بالكيوي، النازل ده ونازل ده لو انتي حابة ده او حابة ده. طيب عندنا ايه كمان الشهر ده؟ عندنا ميلك اند هاني نازل عليه 50% خصم، خصم رائع. مجموعة الشامبو والبلسم ميلك اند هاني مخصوص للناس اللي شعرها كاف، برضو رائعة ب50% خصم. الماسكات اللي نازلة لنا تحفة، لو انتي بشرتك جافة يبقى هتاخدي الكريمي ماسك اللي هو ده، هيبقى حلو جدا. الماسكات دي على فكره يا جماعه ممكن تقعد معاكم من 3 لـ4 مرات، احنا بنستخدم حبه صغيره قوي بعد السكراب. انما الخيار فاقدر استخدمه لجميع انواع البشره لان هو جل ماسك، اما الكلي ماسك ده مخصوص للبشره الدهنيه. فاحنا عندنا 3 ماسكات للبشره الجافه اللي هو الكريمي ماسك للبشره لجميع انواع البشره اللي هو الخيار، والكلي ماسك للبشره الدهنيه. والماسك الواحد ممكن يقعد معاكي من 3 لـ4 مرات، اهم حاجه ما تكتريش في الكميات. مجموعه النوفيج لسه معانا، ترو بيرفكشن هيديكي 11 مره نضاره اكتر لسن ال20 فما فوق، برايت سبلايم هيديكي تفتيح 40% اكتر لسن ال20 فما فوق، اي كولاجين هيقلل التجاعيد بنسبه 33% سن ال30 فما فوق، اما الالتيميت ليفت فهيشد البشره بنسبه 70% وسن ال40 فما فوق. طبعا اي مجموعه من المجموعات دي هتديكي 20% نقط اضافيه. وبكده نبقى خلصنا شرح كتالوج شهر 11. شرح كتالوج شهر 11. شهر 11 احنا عندنا حملة حلوة جدا. شهر 11 انتوا هتلاقوا كل اللي انتوا عايزينه. اولا في 40 سنة عدت على جورداني جولد، فهنلاقي اسعار حلوة جدا. كمان بيور سكين نازل بشكله الجديد. خلونا نشوف كتالوج شهر 11 عندنا فيه ايه. طيب هنا عندنا جورداني جولد على مدار السنين، على مدار ال40 سنة اللي فاتوا، شايفين طبعا سنة 76 الحاجات عاملة ازاي لحد سنة 2016، ده تطور الجورداني جولد على مدار ال40 سنة اللي فاتوا. الشهر ده عندنا
جورداني جولد نوت، دي اوضه تواليت رجالي نازله جديد حلوه جدا. تعالوا نشوف التركيبه بتاعتها عامله ازاي. التركيبه بتاعتها لو انت بتحب الاخشاب وفي نفس الوقت بتحب ريحه الليمون، التركيبه دي هتعجبك جدا. هي تركيبه فيها اخشاب وليمون وكمان اوراق الباتشولي. لو اشترينا اتنين هناخد 55% خصم على جورداني جولد نوت. كمان الشهر ده عندنا الماسكارا الجديده. طبعا انتوا شايفين دي هنا كانت الماسكارا القديمه، شايفين الفرشه بتاعتها. الماسكارا الجديده بقى في تطوير للفرشه بتاعتها. الفرشه بتاعتها فيها سنون رفيعه وفيها سنون اطول ورا بعض، فبالتالي هتعمل ايه؟ هتديكوا طول، هتديكوا كثافه للرموش، هتلف الرموش وهتفرق الرموش، وده هيقعد معاكي فتره طويله جدا. طيب كمان لو اشترينا ب 200 جنيه من الكتالوج هنقدر ناخد 55% خصم على الجورداني جولد اوضه تواليت بتاعتنا، دي حلوه جدا، فلازم نشتري بس ب 200 جنيه من الكتالوج. تعالوا نشوف بقى ايه الحاجات اللي نازله لنا الشهر ده. 45% خصم على الباودر، باودر جورداني رائعه، بتستخدميها بعد كريم الاساس وتناسب جميع الوان البشره. اي بشره تقدر تستخدمها لانها لونها شفاف يناسب جميع انواع الوان البشره. كمان الروجات درجات مختلفه حلوه جدا، عليها 45% خصم. كمان عندنا كرات اللؤلؤ، هنشتري واحده هناخد الثانيه مجانا، ودي برضو اقدر استخدمها كروجه جو او اقدر استخدمها عشان اعمل بيها التصليل بتاعي. وكمان كريم الاساس عليه 55% خصم، لو اشترينا اتنين هتاخدي 55% خصم. انتوا تقدروا تاخدوا الدرجه الفاتحه خالص اللي هي البورسلين والدرجه اللي تبقى لون بشرتكم، بحيث ان انتوا تقدروا تحطوا الدرجه الفاتحه خالص في مناطق التفتيح في البشره علشان تعملوا هايلايت او تنوروا، والدرجه اللي هي الثانيه ده درجه لون البشره بتاعتكم بحيث ان احنا نظبط درجه لون البشره. كمان عندنا ايه الشهر ده؟ عندنا اوضه تواليت نازله جديد اللي هي الانسنت وايت ليلاك، دي حلوه جدا. دي معموله من ايه؟ معموله من الورود ومن الاخشاب. لو بتحبي ريحه الياسمين هتعجبك قوي 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 الاوضه تواليت دي. بيور سكين نازل بشكل جديد، نازل مخصوص علشان يعالج الناس اللي بشرتها دهنيه ابتداء من سن 12 سنه فما فوق. لو انت بشرتك دهنيه وعندك مشاكل من البشره الدهنيه وبتعاني منها، عندك مجموعه روعه نازله جديد، مجموعه البيور سكين بشكلها الجديد وبتركيبتها الجديده كمان. طيب عندنا اول حاجه الفيس ووش، الرغوه او المنظف بتاع البشره. المنظف معمول من الرمان، والمنظف ده بيخلص البشره من الدهون الزائده. كمان عندنا منظف وسكراب، وده بيستخدم مرتين في الاسبوع، تقدري تستخدميه مرتين في الاسبوع، وده برده معمول من الرمان. كمان عندنا الفيس تونر، بعد ما نستخدم المنظف بنستخدم بعديه التونر على قطنه وبطبطب على البشره. ما بنمسحش البشره بالتونر، بنعمل نوع من الطبطبه وبنركز على المناطق اللي فيها الدهون اكتر. كمان عندنا السكراب والماسك، ودول الاثنين برضو الخطوتين دول بيتعملوا من مره لمرتين في الاسبوع. بنحط السكراب، بنعمل سكراب الاول، بنبل الوش ونعمل سكراب، وبعد كده بنستخدم الماسك، بنسيبه 10 دقائق على البشره وبعد كده بنشطف البشره، وده بيخلصك من الدهون الزائده في البشره. طيب كمان عندنا اللوشن المرطب، وده معمول من الجوافه. اللوشن المرطب خفيف خالي من الزيوت ومناسب جدا للبشره الدهنيه. مش معنى ان انت بشرتك دهنيه انك ما تحطيش ترطيب، لا بالعكس، انت محتاجه ان انت ترطبي بشرتك عشان تتخلصي من الدهون الزايده. لما ترطبي البشره بترطيب يكون اساسه ميه، هيدخل يسيح الدهون اللي في بشرتك، ولما تيجي تغسلي بالمنظف بعد كده هينقي البشره وينظفها. كمان عندنا الاس او اس او السبوت جل، ده مخصوص للحبوب اللي ليها راس. الحبوب اللي ليها راس بتبقى حبايه ليها راس بيضة وحواليها احمر، ده بنستخدمه كذا مره في اليوم علشان نعالج النوع ده من الحبوب، علشان تقدري تتخلصي من الحبوب، وبتحطيه بس على مكان الحبايه، وده برده معمول من الجوافه.
طيب كمان عندنا ماسك مخصوص للناس اللي بيعانوا من البثور السوداء. لو انت عندك بثور سوداء يفضل قبل ما تستخدمي الماسك ده تستخدمي سكراب، بتعملي سكراب على بشرتك، صنفرة بتبلي البشرة تنديها، بعدين تعملي حركات دائرية تشطفي وتحطي الماسك ده على المناطق اللي فيها البثور السوداء. لو انت بشرة دهنية وعندك بثور سوداء في البشرة كلها هنحطها على البشرة كلها، انما لو انت بشرة مركبة وعندك البثور السوداء موجودة بس في منطقة التي زون يبقى بحطها بس على منطقة التي زون، وده معمول من البابايا. دي المجموعات القديمة ودي المجموعات الجديدة بتاعتنا. كل حد لو كان بتستخدم حاجة من المجموعات القديمة أو عجبه حاجة من المجموعات القديمة، ده الجديد بتاعها بس بالتركيبة الجديدة اللي زي ما قلنا معمولة من الرمان ومن الجوافة ومن البابايا. الشهر ده ديزني عامل لنا حاجات حلوة قوي. عندنا إيه؟ عندنا فايندينج دوري. فايندينج دوري شاور جيل حلو جدا للبنات، للبنات الصغيره رائع الشاور جيل ده. كمان عندنا الاوضه تواليت، يعني هما كمان عندهم الاوضه تواليت بتاعهم اللي يقدروا يحطوه على جسمهم ويديهم ريحه حلوه قوي. وكمان في الصابونه. اما بالنسبه للولاد فعندنا الستار وورز، عندنا برضو الشاور جيل، وكمان عندنا الأوضة تواليت بتاعت الولاد، وكمان عندنا الصابونة. فعندنا حاجات للبنات من ديزني وحاجات للولاد. عندنا ايه كمان الشهر ده؟ عندنا كريم قدم رائع نازل مخصوص، معمول حلو جدا من البرقوق، حلو جدا للقدم. كمان الشهر ده مجموعة النيتشر سيكريت منزلة لنا مجموعة جديدة من الخوخ، حلوة قوي لو انتي شاور جيل والصابونة، برضو ريحة رائعة لو انتي بتحبي ريحة الفاكهة. كمان لو بتحبي الكيوي برضو ده هيعجبك قوي، برضو في نازل منه بالكيوي، النازل ده ونازل ده لو انتي حابة ده او حابة ده. طيب عندنا ايه كمان الشهر ده؟ عندنا ميلك اند هاني نازل عليه 50% خصم، خصم رائع. مجموعة الشامبو والبلسم ميلك اند هاني مخصوص للناس اللي شعرها جاف، برضو رائعة ب50% خصم. الماسكات اللي نازلة لنا تحفة، لو انتي بشرتك جافة يبقى هتاخدي الكريمي ماسك اللي هو ده، هيبقى حلو جدا. الماسكات دي على فكره يا جماعه ممكن تقعد معاكم من 3 لـ4 مرات، احنا بنستخدم حبه صغيره قوي بعد السكراب. انما الخيار فاقدر استخدمه لجميع انواع البشره لان هو جل ماسك، اما الكلي ماسك ده مخصوص للبشره الدهنيه. فاحنا عندنا 3 ماسكات للبشره الجافه اللي هو الكريمي ماسك، للبشره لجميع انواع البشره اللي هو الخيار، والكلي ماسك للبشره الدهنيه. والماسك الواحد ممكن يقعد معاكي من 3 لـ4 مرات، اهم حاجه ما تكتريش في الكميات. مجموعه النوفيج لسه معانا، ترو بيرفكشن هيديكي 11 مره نضاره اكتر لسن ال20 فما فوق، برايت سبلايم هيديكي تفتيح 40% اكتر لسن ال20 فما فوق، اي كولاجين هيقلل التجاعيد بنسبه 33% سن ال30 فما فوق، اما الالتيميت ليفت فهيشد البشره بنسبه 70% وسن ال40 فما فوق. طبعا اي مجموعه من المجموعات دي هتديكي 20% نقط اضافيه. وبكده نبقى خلصنا شرح كتالوج شهر 11.